أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. صدق الله العلي العظيم. هناك آيات قرآنية مباركة عديدة تتحدث عن حفظ الفرج، من صفات المؤمنين في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون. في آية قرآنية أخرى: والحافظين فروجهم والحافظات. في آية قرآنية أخرى أمر بحفظ الفرج: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الآية التالية: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يعني ماذا حفظ الفرج؟ وأساسا ماذا يعني الفرج؟ معناه واضح، لا أريد أن أتوقف، ولكن السؤال: هل هذه الكلمة لها معنى آخر أم لا؟ نعم، هناك معاني أخرى لا ترتبط بهذا المعنى المألوف. من جملة معاني هذه الكلمة، كلمة الفرج، لها معاني عديدة. من جملة المعاني
في اللغة العربية، وهذا المعنى استخدم في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة. الفرج بمعنى الخلل، بمعنى النقص. أشكال من النقص يعبر عنها بالفرج. الرجل الذي لا يكتم السر، راجعوا كتب اللغة، يعبر عنه بالرجل الفرج، يعني الرجل الذي لا يكتم السر عنده خلل. المفرج هو الشخص في اللغة العربية، هو الشخص الذي لا مال له ولا ولد له ولا عشيرة له، هذا يعبر عنه بالمفرج، عنده خلل. هذا الشيء، هذه الأمور تعتبر عند العرب نواقص، بل حتى عند غير العرب، هذا يعبر عنه بالمفرج. الخلل في الشيء يعبر عنه بهذه الكلمة، كلمة الفرج. هذا المعنى لعله يقال بأنه استفيد أيضا في القرآن الكريم، استعمل هذا المعنى في القرآن الكريم. الفرج جمعه فروج. الله سبحانه وتعالى في الآية المباركة التي توجنا وبدأنا ونورنا بها الحديث ماذا يقول؟ أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يعني ماذا ما لها من فروج؟ البعض قال ما لها من فروج يعني ما لها من شقوق. لا، السماء فيها شقوق، كيف تدخل الملائكة إلى السماء وكيف تخرج من السماء، فيها شقوق، إنما هذه الشقوق ليست نواقص، يعني هناك أبواب على هذه الشقوق. الملائكة تدخل إلى السماء من الأبواب وتخرج من السماء من الأبواب، أبواب السماء كيفما كانت. إذن هناك شقوق، ولكن هذه الشقوق ليست نواقص، ليست خللا في السماء. السماء رصين، رصينة جدا السماء، ليست فيها فروج، يعني ليست فيها خلل، مداخل بدون أبواب، هذا خلل. السماء ليست هكذا. في يوم القيامة كل شيء يصبح فيه خلل. هذه الأمور التي نعرفها، الله سبحانه وتعالى عن القيامة يقول وإذا السماء فرجت. فرجت يعني ماذا؟ يعني حصل في السماء الخلل، شقوق من دون أبواب، هذا من علامات القيامة. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، هذه علامات القيامة، يحصل خلل في كل شيء. السماء فرجت، فرجت يعني ماذا؟ يعني حصل فيها خلل، شقوق، خلل. إذن من معاني كلمة الفرج يعني الخلل، يعني النقص. ولعل هذا المعنى هو المعنى الصحيح في الآيتين المباركتين اللتين تتحدثان عن مريم العذراء الطاهرة سلام الله عليها. وإن كان المفسرون فسروا تفسيرا آخر، ولكن يبدو أن تفسير المفسرين غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. هم يفسرون بهذا التفسير العادي، لا،
في آية قرآنية أخرى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. أحصنت فرجها يعني منعت الخلل أن يدخل إلى حياتها، يعني عصمة، يعني كانت معصومة. أحصنت فرجها يعني أنها ما اقتربت من الذنب باللسان، ما اقتربت من الذنب بالأذن، ما اقتربت من الذنب بالعين، ما اقتربت من أي ذنب. هذا معنى أحصنت فرجها. ما أحصنت يعني منعت، الإحصان المنع، منعت الخلل النقص أن يدخل إليها. لماذا أقول هذا المعنى بالنسبة إلى هاتين الآيتين؟ لوجود فاء التفريع. فاء التفريع تدل على أن ما قبلها علة لما بعدها. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، وفي آية قرآنية أخرى: فيها من روحنا. فنفخنا، لماذا نحن نفخنا في مريم من روحنا؟ لماذا أعطينا عيسى ابن مريم لمريم؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ هذه فضيلة عظيمة جدا لامرأة أن يكون عيسى ابنها، أن يكون عيسى ابنها، هذه أعظم فضيلة. لماذا نحن أعطينا لمريم هذه الفضيلة؟ لأنها أحصنت فرجها. إذا كانت القضية هذه القضية التي يذكرها المفسرون، أكثر النساء المؤمنات هكذا، من صفات المؤمنين أصلاً والمؤمنات، والحافظين فروجهم والحافظات، فما هي مزية مريم التي بسبب هذه المزية استحقت أن تكون أما لعيسى؟ فنفخنا، ف بهذا التفسير لا توجد مزية لمريم على أكثر نساء أكثر النساء المؤمنات. خصوصا الجليلات من نساء من النساء المؤمنات. ما هي مزية مريم؟ لا، مريم لها مزية ثانية. مريم كانت معصومة، هذا الذي أهلها أن تكون أما لعيسى. أحصنت فرجها، منعت الخلل أن يأتي إليها، فنفخنا، هذا كان سببا أننا أعطينا لها عيسى. هنا كلمة أحصنت فرجها تتناسب مع المعنى الثاني، منعت الخلل، هذا سبب أن تكون أما لعيسى. طبيعي امرأة بهذا المستوى من العصمة تستحق أن تكون أما لعيسى. أما المعنى الأول لعله يبدو غريبا لمجرد أنها أحصنت فرجها بذلك المعنى الذي فسره المفسرون، تستحق أن تكون أما لعيسى، أكثر النساء المؤمنات هكذا. إذن أحصنت فرجها يعني منعت الخلل أن يدخل إلى حياتها. من هنا نعرف معنى الحديث الشريف الصحيح عند جميع المسلمين بالأسانيد الصحيحة عند الشيعة، بالأسانيد الصحيحة عند العامة، بطرقهم الصحيحة عندهم. الحديث الصحيح: إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار. فاطمة منعت الخلل أن يدخل إلى قلبها،
فاطمة منعت أن يدخل الذنب إلى فكرها، منعت أن يدخل حتى المكروه، الشيء الذي الله عز وجل لا يحبه حتى لو ما كان محرما، منعت المكروه، لا أقول أن يدخل إلى حياتها، أن يدخل حتى إلى فكرها، منعت الخلل ومنعت الخطأ أن يدخل إلى حياتها. هذا معنى أحصنت فرجها. حتى نفهم معنى الروايات الشريفة، القضية ليست تلك القضية العادية عند أكثر النساء المؤمنات، لا، قضية ثانية هذه. لا يوجد خلل في حياتها، بسبب ذلك صار هذا الأثر. وهنا العجب العجاب، المعصوم هو يكون عظيما عند الله، هو يستفيد من عصمته. مريم هي التي استفادت من عصمتها، غير مريم ما استفاد من عصمة مريم. الأنبياء هم يستفيدون من عصمتهم، هم يرتقون عند الله عز وجل في الدنيا، يرتقون عند الله سبحانه وتعالى في القيامة، تكون مكانتهم عند في الجنة عظيمة. النبي المعصوم هو يستفيد من عصمته، ولكن تأتي عصمة، ليس صاحب العصمة فقط يستفيد من هذه العصمة، إنما آخرون يستفيدون. رأيتم هكذا عصمة؟ فاطمة هي صلوات الله وسلامه عليها، هي كانت معصومة، فحرم الله ذريتها على النار، يعني آخرون استفادوا من عصمتها أيضا. أية عصمة هذه؟ الرواية صحيحة، قطعا صحيحة، عند الشيعة صحيحة، عند العامة صحيحة، رسول الله صلى الله عليه وآله قطعا قال هذه الكلمة. طبعا هذا المعنى أصلا متواتر، ولكن هذا النص بالذات نص صحيح بل مستفيض. النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ أية عصمة هذه؟ هي معصومة، هي عظيمة عند الله، واضح. أما أن تكون هي معصومة، هذه العصمة، أية عصمة هذه؟ هذه العصمة تسبب أن يحرم الله عز وجل ذريتها على النار. جدا عجيبة. يعني في التحليل الذي نفهمه نحن، على الأقل أنا لا أعرف ارتباط، قطعا هناك ارتباط، رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذه الكلمة والكلمة صحيحة، ولكن عصمة غريبة، هذه درجة خاصة من العصمة، درجة استثنائية من العصمة. إخواني، القضية ليست قضية شفاعة، الأنبياء أيضا لهم شفاعة في يوم القيامة، الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها لها شفاعة في يوم القيامة، هذا موضوع ثاني. الرواية الشريفة تقول هي معصومة فحرم الله ذريتها على النار، يعني بسبب عصمتها، غير قضية الشفاعة في يوم القيامة، تلك قضية ثانية. من هم ذرية فاطمة؟ في بعض الروايات الصحيحة ورد أن ذريتها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
ولكن هذه الروايات على ما رأيت أنا روايتان صحيحتان حسب تعبير العلماء ليس فيها عقد سلب، يعني لا تنكر أن يكون هذا المعنى شاملا لبقية ذريتها. الرواية الشريفة تذكر هؤلاء الأربعة صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن ليس فيها أنه ليس غير هؤلاء مشمولا لهذه الرواية، لا، ظاهر الرواية فحرم الله عز وجل ذريتها. طبعا في رواية بل روايات شريفة أن هذه الأمور لا تشمل من انحرف عن طريقهم، لا تشمل البعيد عن من منهاجهم، لعل العبارة في الرواية الشريفة فارق منهاجهم. الذي عنده حب ما عنده ولاية، عنده حب وولاية ما عنده براءة، هذا منحرف عن منهجهم. الكلام ليس عن هؤلاء، هؤلاء غير مشمولين حسب روايات شريفة، لا، الذي كان من ذريتها وهو على منهاجهم. هذا خاص بالسادة، لعله يقال بأنه لا يشمل غير السادة أيضا. كيف؟ أولا المؤمن أبوه رسول الله، أبوه أمير المؤمنين، أمه فاطمة الزهراء، أي مؤمن كان هو ينتسب لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ثانيا كثير إن لم أقل أكثر المؤمنين، كثير من المؤمنين هم من نسلها، من ذريتها، حتى لو كان ذلك عن طريق الأمهات، وهذا يحصل لكثير كثير من المؤمنين من غير السادة. هذا أيضا من ذريتها وهو على منهاجها طبعا. ثالثا جمعا بين هذه الرواية الشريفة وبين الروايات الأخرى، قد يقال بأن هذه الرواية الشريفة ذكرت جانبا أيضا كما يقولون ليس فيها عقد سلب، يعني ما أنكرت غيرهم، ما قالت فحرم الله ذريتها فقط على النار، قالت فحرم الله ذريتها على النار، ولكن الروايات الأخرى سميت فاطمة لأنها فطمت ذريتها وشيعتها ومحبيها من النار. إخواني أيضا القضية ليست قضية شفاعة، فطمت، قطعت خلص، شيعة فاطمة، محبو فاطمة. طبعا قلنا المحبون الذين عندهم الولاية على منهاجها، شيعتها مثل سلمان، محبوها إن شاء الله يشملنا، إن شاء الله، إن شاء الله نحن من محبيها، عندنا ولاية، عندنا براءة من أعدائهم على منهاجهم، هي فطمت، قطعت، من الآن قطعت، يعني ليست القضية قضية شفاعة في يوم القيامة. الشفاعة في يوم القيامة شيء صحيح قطعي، روايات صحيحة متواترة وردت في شفاعتها صلوات الله وسلامه عليها، هذا شيء لا شك فيه، ولكن رواية فطمت شيعت فطمت ذريتها وشيعتها ومحبيها من النار موضوع آخر. هي قطعت، الرواية ليست تفطم، فطمت بصيغة الماضي. الموضوع فيه بعض التفاصيل الأخرى أتركها.
أشير إلى تنبيه مختصر. للمؤمنين لشيعة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، لمحبيها عامة، وتنبيه آخر لبعض المؤمنين، لفئة من المؤمنين. أما التنبيه العام الكريم النفس، إذا أكرمته أصبح منضبطا أكثر، بخلاف أجلكم الله جميعا وأجل الله المؤمنين اللئيم. اللئيم يتعدى إذا أكرمته، بعيدا عنكم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. المؤمن كريم، هذا تفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، أن جعلك مؤمنا، أن جعلك مشمولا لهذه الكرامة العظيمة، أن تكون من شيعة فاطمة، لا أن تكون من محبي فاطمة، من الموالين لها، من المعادين لأعدائها. هذه كرامة عظيمة. سوف نعرف قيمة هذه الكرامة من لحظة الموت. الآن نحن لا نعرف، الآن نحن نائمون في سبات، لا نفهم عظمة قيمة ولاية فاطمة. عندنا هذا الشيء العظيم، بسببه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، إن بقينا صامدين مستقرين على هذا الطريق، الله عز وجل حرم النار علينا وحرمنا على النار. ما هو الجزاء؟ فقط أسأل الجواب عليكم، ما هو جزاء هذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى لنا؟ كيف يلزم أن نكون نحن المنتسبون لفاطمة؟ على أقل التقادير، ولا تكونوا علينا شينا، بل المفروض أن كونوا لنا زينا، المفروض هذا. التنبيه الثاني تنبيه لفئة من المؤمنين، لعشرين مليون من المؤمنين، لخمسة وعشرين مليون من المؤمنين، لثلاثين مليون من المؤمنين، أكثر أقل. في الروايات الشريفة أن زائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا الوسام العظيم العظيم، إذا أردت أن تقرأ فقط تقرأ قراءة، قراءة سريعة للروايات التي تحدثت عن زائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فقط تقرأ بسرعة، تحتاج أياما وأياما بالمقدار الذي وصلنا، ناهيك عن المقدار الكثير الذي ما وصلنا. المقدار الكثير الذي قاله أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أحرقت في المكتبات الشيعية التي أحرقت من قبل العامة النواصب، مع قطع النظر عن كل الروايات، الروايات الموجودة بأيدينا، فقط إذا أردت أن تقرأها لا أن تتمعن فيها، تحتاج أيام وأيام وأيام. من
جملة الأمور التي تكون لزائر الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أنه لا يكتب عليه ذنب لفترة، على أقل التقادير 70 يوما. في المستفاد من بعض الروايات الشريفة أن حال الزائر حال الحاج، يعني إلى 4 أشهر لا تكتب الذنوب. الحاج لا تكتب عليه الذنوب 4 أشهر، الزائر لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. المستفاد من هذه الرواية الشريفة أنه إلى 4 أشهر لا تكتب عليه الذنوب. هذا الزائر العادي في الوقت العادي، طبعا الوضع يختلف، أحيانا تكون المدة أطول بسبب وقت الزيارة، بسبب كيفية الزيارة، هذا موضوع ثاني. خطابي ليس مع كل المؤمنين، خطابي مع 20 مليون، مع 25 مليون، مع 30 مليون، أكثر أو أقل من الذين زاروا الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في يوم 40. 4 أشهر لا تكتب الذنوب عليكم. شرحت، الآن لا أريد أن أعيد. معنى لا يكتب الذنب على الشخص، بعض كبار الفقهاء قالوا معنى هذه الرواية الشريفة أنه يؤجل الذنب، كتابة الذنب تؤجل، مهلة التوبة تكون طويلة، لعله يندم، لعله يتوب. المهلة الطبيعية 7 ساعات للإنسان المؤمن العادي، 7 ساعات الذنب لا يكتب، بعد 7 ساعات يكتب الذنب. الذي يزور الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هذه المهلة تكون 4 أشهر. اليوم ذكرى ميلاد الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، بالضبط 4 أشهر بعد زيارة 40. خطابي مع زوار 40 الذي تشرف إلى هذا التوفيق الاستثنائي العظيم، هي زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام تحصن من ارتكاب الذنوب، غير هذا المعنى. زيارة المولى سيد الشهداء أعطتك مهلة 4 أشهر. انتبهوا، إن كان للإنسان ذنب إن شاء الله المؤمن بعيد عن الذنوب. الإنسان المؤمن الذي تشرف إلى زيارة سيد الشهداء في 40 يجدد التوبة اليوم، إلهي عفوك، إلهي أنا تائب، يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب إذا ارتكب ذنبا، يتوب من الذنب، يندم. ببركة هذا اليوم يعاهد الله سبحانه وتعالى أن لا يرجع إلى الذنب هذا، توبة. إلى اليوم الذنب ما كتب عليك إن شاء الله، إن شاء الله ما ارتكبت ذنبا، إذا ارتكب مؤمن ذنبا إلى اليوم ما كتب. فالإنسان يحاول أن يستغل هذه الفرصة، يغتنم هذه الفرصة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا خطاب لفئة من المؤمنين. كنت ناوي أن أذكر لكم رواية شريفة عن نور فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. الرواية مفصلة، لعلنا نرجعها إلى وقت آخر، ولكن اسمحوا لي أن أذكر لكم رواية شريفة مختصرة عن ذكر الصلوات على محمد وآل محمد. إخواني هذا الذكر جدا عظيم. رواية شريفة
من الروايات التي تتحدث عن هذا الذكر العظيم. لا يفوت الإنسان هذا الشيء العظيم، الثواب العظيم العظيم. لا أريد أن أتحدث عن الثواب. في حديث شريف، المؤمن، مضمون الحديث الشريف، المؤمن عندما يذكر الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، لعل هذا نص الحديث الشريف، يبتدرها 18 ملكا أيهم يبلغها إياه. عندما أنت المؤمن تذكر هذا الذكر، 18 ملكا يتسابقون يتسارعون، أيهم يأخذ منك هذا الذكر، أيهم يتلقى الصلوات ليكون واسطة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا جزء، لعله صغير لعله كبير لا أعلم، جزء من أجزاء البركة التي تكون بهذا الذكر العظيم. في محفل، في مجلس يضم 100 من المؤمنين مثلا، إذا كلهم رفعوا صوتهم بالصلوات على محمد وآل محمد، لكل صلوات 18 ملكا ينزل، يعني للمجموع إذا هم 100 1800 ملك ينزل يتسارعون ليأخذوا هذه الصلوات. أيهم، العبارة هكذا، يبتدرها مبادرة، يبتدرها 18 ملكا أيهم يبلغها إياه، أيهم يبلغ هذه الصلوات لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني الإنسان المؤمن عندما يذكر هذا الذكر الشريف العظيم يفرح بذلك الملائكة أيضا، الملائكة يصبحون واسطة. كم الواسطة عظيمة، هذا الملك يريد أن يصل إلى رسول الله. تعلمون هذه كم هي غنيمة عظيمة للملك، أن يوصل نفسه بعنوان أنه يبلغ هذه الصلوات لرسول الله، يوصل نفسه إلى رسول الله، هذا يفرح الملك. الإنسان يغتنم هذا الذكر، لا يكون الإنسان يضعف أو ينشغل. طبعا المؤمن حتما لا يترك هذا الذكر عند سماع اسم رسول الله عمدا، قطعا لا يتركه عمدا، ولكن أحيانا الإنسان يعني لا يهتم بهذا الذكر. هذا ذكر عظيم جدا، فلأجل إدخال السرور إلى قلوب هذه الملائكة ارفعوا في هذا اليوم، يوم الجمعة ويوم ميلاد الصديق الكبرى، ارفعوا أصواتكم بالصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعذابه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعذابه. أبارك لكم هذه الذكرى السعيدة العطرة المباركة الميمونة، ذكرى ميلاد الطاهرة البتول المباركة الرضية المرضية التقية النقية الزهراء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، صلى على محمد وعلى محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى من بركات هذه المباركة أن لا يفرق بيننا وبينها وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا، خدمتهم في الدنيا، اتباعهم في الدنيا، شفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن